السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم عصير ديال الفريز، كيجي هائل ومنعش. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يعجبكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو معايا في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد، ونخليكم ان شاء الله مع هذه الوصفه فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو تقريبا 250 غرام ديال الفريز، هنا كان عندي في الكونجيلاتور، نص لتر ديال الحليب، وكاس ديال عصير البرتقال. انا ممكن تزيد واحد جوج معالق كبار ديال سنيده حتى لثلاثه المعالق كبار، وفاني. هادو هما المقادير. غادي ندوز ان شاء الله لطريقه التحضير. الطريقه غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي ندير الفريز كما قلت لكم كان عندي في الكونجيلاتور. غادي نزيد هاد الكاس ديالي عصير البرتقال، بسم الله. كما قلت لكم هنا ممكن تزيدوا فاني وسكر سنيدة. هذا هو العصير من بعد ما وجد كيف ما كتشوفوا، كيجي رائع رائع. كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وتابوناو معايا في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد. الى اللقاء والى حلقه مقبله ان شاء الله.